تصريح بقى عجبني جدا يا جماعه، ورئيس نادي يونيون برلين الالماني اعلم تفهمه لوجهه نظر اللاعبين اللي بيروحوا للدوري السعودي لكره القدم. قال ايه بقى الراجل ده بقى؟ قال لك وانتقد سلوك، بصوا خلي بالك، هو انتقد سلوك اوروبا تجاه الشرق الاوسط، يعني انتقد السلوك اللي طالع من الاوروبيين تجاه الشرق الاوسط. إيه هو كان في معسكر في النمسا على هامش معسكر اعداد يونيون برلين ده في النمسا. قال بقى المناطق تتطور بشكل مختلف وكذلك الرياضه. هذا التمجيد الاخلاقي لاوروبا على باقي العالم يثير اعصابي، واكد ده خلي بالكم يا جماعه تصريح مهم جدا، تصريح خطير يعني. اكد بقى قال ايه؟ لن ادين اي شخص اخلاقيا لانه ذهب الى مكان يحصل فيه او من خلاله على قدر كبير من المال له ولعائلته. تصريح واضح جدا يعني. والراجل ده فعلا قال حاجه هتثير الجدل جدا في اوروبا، لان الناس كلها كانت بتبص لاوروبا على انها حاجه مختلفه عن بقيه العالم، واللي بيروح يلعب هناك ده ما حصلش. دلوقتي السعوديه قدرت تجذب اللعيبه العالميين كلهم من اول كريستيانو رونالدو اللي فتح الباب ده. خلي بالكم برضو دي قيمه كريستيانو رونالدو، فتح باب. لما كريستيانو رونالدو يروح السعوديه لعيبه اوروبا كلها بقت عادي انها تروح السعوديه، وده حصل فعلا يعني. دي القيمه التسويقيه للاعب، وهو تريد مارك، هو مش مجرد لاعب سي ار 7 يعني، هو تريد مارك فعلا. كريستيانو رونالدو ده تريد مارك. فبالتالي الراجل ده وهو في النمسا قال تصريح خطير جدا. نظره اوروبا للشرق الاوسط تختلف دلوقتي، ان انت يبقى واحد هياخد فلوس كويسه ويعيش حياه كويسه في الوطن العربي ده يعني شيء مختلف دلوقتي خالص.